السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في الوقت اللي أنصار السيسي معزة إلكترونية أو برص إلكتروني بدعم السيسي، زي ما في ذبابة بتدعم ابن سلمان إلكترونية أو جرادة بتدعم ابن زايد، في براس ومعيز بيدعموا السيسي، كل واحد له مسمياته ووظائفه. يعني قلت لحضراتكم ده في الفيديو اللي فات. في الوقت اللي طالعين يقولوا لك الكهرباء بيحصل لها ده تخفيف أحمال وبتحصل في كل الدول، مش عارف يعني أنا الفيديو ده بصوره لحضراتكم من المريخ، ما أنا بصوره لحضراتكم من دولة موجودة على الكرة الأرضية، على هذا الكوكب، دولة على هذا الكوكب، فبصور لحضرتك الفيديو ده على دوله موجوده على ذكر الكهرباء ما قطعتش، والله ما قطعتش، ودرجه الحراره تقريبا حاجه و40، ما قطعتش الكهرباء عادي وشغاله جدا جدا وعادي جدا جدا والدنيا ربيع عادي. يعني الفكره عندك انت كمواطن، انا هعرض لك فيديو لمواطن من قطر، انا ارفض هذا الفيديو، يعني انا ارفض هذا الفيديو، بس مواطن من قطر خرج يوريك قطر اللي الكهرباء بتقول لك انت بتقول بقى الكهرباء بتقطع علشان خاطر مش عارف ايه، تعال بقى شوف قطر، الراجل مش قطر مشغلين عمدان الاناره في الشارع بالنهار، شاب مصري بيتكلم بالشكل ده. طبعا في مصر بيعانوا من موضوع الكهرباء، ماشي. حابب اقول لكم هنا في قطر دلوقتي الظهر اهو يا عم، لا مؤاخذه يا عم، الظهر اهو، ادي علام قطر اهو، الظهر والله. الكهرباء شغاله في الشوارع صبح ليل ظهر عصر مغرب. خليكم انتوا تشووا كده براحتكم، واحنا اهو اهو عشان مش مصدق اهو اهو شوارع اهو. طبعا انا ارفض هذا الفيديو للرساله اللي جايه منه. نيجي بقى لثلاث فيديوهات لثلاث شباب خرجوا يتكلموا عن انقطاع التيار الكهربائي مع عبد الفتاح السيسي في الجمهوريه الجديده، بس عملوا لقطه لطيفه جدا الثلاث شباب دول يا جماعه، ربنا بس يسلمهم، والله العظيم ما نعرفهم علشان بس ما حدش يروح يعمل معاهم حاجه زي اللي حصل مع البنت اللي في السويس، وخرج معيز السيسي الالكترونيه يقول لك مين اللي قال لك ان حصل لها كده، ترد تقول لهم اهلها قالوا ان اتقبض عليها، يقول لك وانت عرفت ما يمكن اهلها بيقولوا كده، طب اصحابها قالوا ويمكن اصحابها بيقولوا كده، معزه معزه معزه. الانسان المعروف فصيله اما او موجب او سالب ايه او بي، الكلام ده كله تمام، هم بقى الفصيله بتاعتهم تعريض تعريض، انت فصلتك تعريض ومطبلات، وناديه الجندي في فيلم خمسه باب مع عادل امام، ده فصلته. المهم معلي او عادل امام، عادل امام فيلم خمسه باب له اسم لطيف جدا جدا، لو دخلتوا على موسوعه الويكيبيديا هتعرفوا اسمه بتاع ده، اللي هو طلع على السيسي اول ما قال لك انتخبوا بالظبط كده. المهم فثلاث شباب عملوا ثلاث فيديوهات رائعه جدا علشان يقول لك ليه الكهرباء بتقطع على عامه الشعب، انتوا عامه الشعب بتقطع على عامه الشعب، وليه لازم تشتغل الكهرباء على الاثرياء في الساحل الشمالي وفي العاصمه الاداريه بالشكل ده. الكهرباء ما بتقطعش نهائي في مكانين اتنين بس في مصر، العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديد. اما على العاصمه الاداريه الجديده ففيها محطه توليد كهرباء من اكبر محطات توليد الكهرباء في العالم، وتكلفتها باليورو حوالي 2.5 مليار. اما عن العالمين الجديده فمش هنتكلم على محطه توليد الكهرباء اللي هناك، احنا هنتكلم على حفله تامر حسني اللي تذكره الفي اي بي ب 75000 جنيه. فهل من العدل اخويا الكحيان ان الناس دي تقطع عنها الكهرباء؟ يا جدع عيب عليك. ايوه يا ابني احنا وانت عايز تقنعني ان احنا لما صرفنا على مدينه العالمين 5 6 10 20 مليار دولار صرفناها علشان نشغل لك انت الكهرباء ونفصلها على الاغنياء والمليارديرات والاثرياء؟ لا طبعا، انت عايز تحط نفسك يا مواطن يا فسله موضع الاغنياء والمليارديرات؟ لا يمكن، لا لا. لميس قالت لك ايه؟ لميس قالت لك انا في الساحل الشمالي الكهرباء شغاله هناك بشكل مش طبيعي. طب يعني الكهرباء بتفصل على غلابه بس؟ ما هو لازم مواطن يا مواطن، ما ينفعش، لازم مواطن الكهرباء تفصل عليك من اجل اسعاد وامتاع اخواتك ايها المواطن الكحيان، زي ما الشاب قال لك المواطن الكحيان، لازم الكهرباء تفصل عليك علشان خاطر الاثرياء يستمتعوا، ما تبقاش كده، ما تبقاش قموصه، ما تبقاش مواطن قموصه. الشاب التاني، مساء الخير. مساء الخير، عايزين نطلع لايف. اللي بيقطع النور كل شوية منه لله منه لله. أكلمكم عن فوائد قطع الكهرباء. تامر أمين المعرض سأل وزير الكهرباء ولا مش عارف سأل مين ولا مش عارف إيه، قال له الكهرباء بتقطع عليه على الناس، وزير الكهرباء قال له عشان خاطر الغاز، فتامر أمين مش يسأل، كتامر أمين بقى العتيد المعرضات العتيد يسأل يقول له غاز ايه، مش احنا عندنا فائض غاز وعندنا فائض كهرباء، وفائض الغاز عندنا من حقل زهر ونرجس وانتصار والكلام ده كله؟ لا ما سألوش كده. تامر امين المعرض العرض عرضين اللي هو معرض، واللجنه بتاعت السيسي ما تجيش في حاجه، تامر امين المعرض رد يقول لوزير الكهرباء، قال له ماشي، طب ما احنا بقى المواطن اللي عنده اربع تكييفات يشغل تكييف واحد. يا معرض يا معرض يا اللي مدينك رخصة هنا جنب الرخصة بتاعت مصطفى بكري بعد ما طلعت من ورا مصنع الكراسي، وهوب راحوا واخدينك في سطوح الواد حمام، يا معرض
99% من الشعب المصري مفيش تكييف في بيتهم يا معرض. التكييفات في الساحل الشمالي يا معرض، وفي العاصمه الاداريه اللي مفيش فيها ناس ساكنه فيها التكييفات شغاله في غرف فاضيه يا معرض، والكهرباء شغاله في العاصمه الاداريه، والصور اللي امام حضراتكم شغاله ليل نهار الكهرباء هناك شغالة علشان خاطر السيسي وإنجازاته والأيقونة بتاعته وضرة الإنجازات العاصمة الإدارية. تامر أمين يقول لك الشعب المصري يفصل تكييف من الأربعة، من الأربعة يا معرض ده 99% من الشعب المصري مفيش في بيته غير مروحة وتلاقيها بتلق وهي بتشتغل، بس معرض العرض عرضين. الشاب التالت، سؤال بريء يا أخوانا، هي الكهرباء بتقطع في مدينتي والرحاب والتجمع الخامس والمنتجعات السياحية الكبيرة ولا لأ؟ ولا بتقطع عندنا بس؟ هو ده ليه بقول لكم يا جماعه مفيش افضل من الشعب المصري، فعلا بيبقى عليه جمل كده بتجيب الخلاصه. اه الشعب المصري العظيم عليه جمل تجيب الناحيه. الناس اللي زعلانه ان الكهرباء كل شويه بتقطع يا جماعه، كل ده تخفيف احمال. يعني بصوا احنا قاعدين مستحملين اهوت وقاعدين في الضم، كل ده تخفيف احمال. لازم تضحوا، لازم تضحوا يا جماعه والله عشان اخواتكم اللي في الساحل يعرفوا يصيفوا. ايه الناحيه؟ قال لك لازم كله يضحى من اجل امتاع الاثرياء، مش الاثرياء بس، من اجل امتاع لبيس الحديد اللي قالت لك انا مقضية الوقت هناك في العاصمة الادارية في الساحل الشمالي. ليه؟ ما هي لميس قعدت 10 سنين تبيع لك ايه؟ الهوا في اكياس، وانت اشتريت منها كمواطن فاسله بتقادي السيسي، اشتريت منها الهوا في اكياس، جميل جدا. هي بقى دلوقتي معاها مليارات الجنيهات. تقعد معاك انت يا مواطن في قطاع الكهرباء؟ لا، تروح تقعد في الساحل الشمالي حيث مئات المليارات التي صرفت من خزينة الدولة ومن الشعب المصري لامتاع امثال لميس وعمرو اديب وتامر امين واحمد موسى والناس دي كلها. الناس دي كلها اللي بيقول لك الكهرباء بتقطع عليهم، الناس دي كلها مش مفيش في بيتها تكييف، دول عاملين تكييف مركزي. يعني ايه تكييف مركزي؟ اخواتنا المهندسين بتوع التكييفات وكده يقولوا لنا تكييف مركزي ده اللي هو جايب لك البيت كله على تكييف واحد، بس هم بيبقوا عاملين تكييفات تبقى اضافيه جنب التكييف المركزي. ايوه تكييف اضافي جنب التكييف المركزي، يعني عاملين في المنور تكييف. الاثرياء الامثال لميس وعمرو اديب اللي بيطلبوا منك الصبر وكده، دول عاملين تكييف في المنور. عارف انت المنور ما حدش بيقعد فيه؟ عاملين غير البراس السيساويه، عاملين تكييف في المنور اللي ما بيقعدش فيه غير البورس السيساوي. تخيل انت هؤلاء يطلبوك بالصبر، انت طبيعي لازم تصمم. انت ما هو انت يا مواطن. الشاب قال لك في الفيديو الاخير ايه؟ قال لك احنا لازم كلنا نضحي من اجل الاثرياء، وده طبيعي يا جماعه. ده لازم كل الشعب المصري يضحي من اجل اراضيش السيسي اللي باعت الوهم للشعب المصري. لازم الشعب المصري كله يعيش بلا ميه ولا كهرباء ولا غاز ولا نت ولا اي حاجه من اجل الاثرياء ان هم يعيشوا حياه مرفهه، من اجل الاثرياء ان هم يعيشوا حياه لطيفه. الكهرباء تفصل عليك انت كمواطن سواء ساكن في نجع بقى او قريه او عزبه او اي او مدينه. والله جبت لك ناس من المعادي، ناس من المعادي في الفيديو السابق جبتهم لك ساكنين في المعادي، الكهرباء بتفصل عليهم. هقول ايه؟ مش عارفه اقول ايه، يعني انا ست متربيه ومش عارفه اقول ايه. مكلمكوا اكتر من حوالي ساعه ونص، ما زال النور مقطوع، الواحد حتى مش عارف يشرب كوباية مية ساقعة. ساكنة في الدور 11، عايزة انزل اجيب حاجتي اعمل، مش عارفة انزل الاسانسير عطلان طبعا. هل اللي بيقطعوا علينا النور مستوعبين مدى المعاناة اللي احنا بنشوفها، ولا هم شايفيننا ان احنا ناس رخيصة ما نستاهلش ان احنا نعيش الحياة كويسة؟ بس المعادي عادي، انما تقول الساحل الشمالي او تقول العاصمه الاداريه ضرت انجازات عبد الفتاح السيسي، الكهرباء تفصل عليها يا مواطن يا فاسله وهي فاضيه ما فيش فيها سكان، وتشتغل عندك انت مثلا في شبرا الخيمه على سبيل المثال اللي فيها ازيد من مليون بني ادم ساكنين فيها. لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا مواطن يا فاسله. الكهرباء تفصل فقط لا غير على الفقراء، اما الاغنياء لازم، الاغنياء لازم يعيشوا انجازات عظيمه، يعيشوا الانجازات الحقيقيه. الاغنياء لازم يستمتعوا بمال الشعب، مال الشعب العظيم، الشعب اللي مش عايز يصبر، مش عايز يتحمل علشان الجمهوريه الجديده. طب الجمهوريه الجديده دي يا جماعه الشعب بس اللي يتحملها؟ اه طبعا الشعب بس اللي يتحمل الجمهوريه الجديده العظيم. شايف انت العاصمه الاداريه يا جدعان؟ لازم تنور العاصمه. طب شايف انت حفل تامر حسني في الساحل الشمالي وفي العلمين؟ لازم يا جماعه الحفل والحاجات دي كلها تتعمل، كل الصور دي لازم تشوفوها يا جماعه لامتاع اخواتكم، او بلاش اخواتكم، لامتاع اسيادكم الاثرياء. الاثرياء لازم يستمتعوا من اجل ان الشعب المصري بقيه عامه الشعب المصري الفقراء يعيشوا في انقطاع التيار الكهربائي اللطيف والظريف اللي مصر بتعيشه. دي انجازات عبد الفتاح السيسي على فكره، وهذا الشعب لن يرى النور. مش لازم النور نور الكهرباء، لا، نور ارتفاع الغلاء والكلام ده كله مش هيتشال. فكره اللي بيحصل من الناس اللي ممكن امين شرطه يروح ملطش لك في الشارع،
كل ده مش هيتشال الا لما يرفع الظلم، ويرفع الظلم برفع عبد الفتاح السيسي من على الكرسي بتاعه او من على الكرسي اللي اخده بالانقلاب، ورفع العسكر من على حكم مصر والسيطره على مصر. غير كده والله ليست نظره سوداويه، الا ان الشعب المصري لن يرى الخير مع العسكر. سلام عليكم.